السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احبائي كنتمنى يا ربي تكونوا في تمام صحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بما ان اليوم ان شاء الله جابوا الجديد قلت علاش ما نجيش نصوركم باش تشوفوا عجبتك شي مزيون بزاف. المهم اللي عجبتكم شي حاجه ان شاء الله تجي تاخذوها. دائما كنبغي نصوركم في نفس النهار باش ننزل لكم فيديو في نفس النهار كنحاول ما امكن باش هكذا الا عجبتكم شي حاجه تشريوها وتلقاوها باقا كاينه. الا ما وجدتش يعني فيديو في نفس النهار كنحاول ما امكن ننزلو في الصباح. يعني الا صورت اليوم نقدر ننزلو في الصباح ولكن غالبا كنصور في الصباح وكننزلو يعني في العشيه اولا في المهم مورا الدور. المهم دابا غادي نمشيو نيشان. بالنسبه للطنجره مره اخرى سولوا عليها الناس بزاف ديال الاخوات وني على الطنجره هذه. انا قلت لكم كنت ديت جوج وحده تقريبا عندها شي 4 سنين والعام اللي فات عاود كنت ديت وحده اخرى. صراحه كيصدقوا غزالين فنين فغيديوهم. وعاد هذه ماركه ديال تيفال ماركه ثم كتعرفوا ان ماركه تيفال دائما ماركه هي اللي واعره وكتكون غاليه في يعني ما كنبغيو نشريوها ماشي مطاع اخر. فهي كت يعني كتهز 6 ديال اللتر وفيها الشبيكه ديالها وصراحه مزيونه. جابوا هاد الاكسسوارات ديال الشعر خلايل وداك الشيء مزيون عندهم مزيونه الخلايل هادو. وهذه اللي كنعملوها باش كيتبان لنا كيبان لنا الشعر بحال زعما قوي ولا بغي كنبغي نعملو حتى مشيطه كنعدلوها. مزيونه كامله 99 سنتيم رخاصين. وهاد الخليوله مزيونه غادي نديها عجبتني. المهم كاين خليولات مزيونين. كاين هنايا هاد الميزان فيهم جوج الالوان. كاين هاد اللون هذا وكاين هذا كيمل 14.99 سنتيم. شوفوا هذه شحال مزيونه ديال المنظمه نقدروا ننظموا فيها المسائل ديالنا بحال نعملوا المهم السيشوارات داكشي ديال الشعر. المهم اي حاجه كتعلق بينا نعملوها تما مزيونه يعني كمنظمه نجمعوا فيها فيها قشاوش ديال النساء. داكشي ديالنا نجمعوا تما مزيونه. كاين هذا اللون هذا وكاين هذا اللون هذا. حلو فيها هاد الشعل هادي شحال هادي مزيونه واخرى فيها الغوز عاود وكيعملو غي 3 أورو و99 سنتيم رخاصين بزاف. وكاينه المهم جايبين هاد بارتيت هادو كيعملو 3 أورو و99 كيجيبوهم بعد مرات بزاف مرات. وكاينه هادي اللي كان هادي اللي كنعملوها في الدوتشا ماشي اللي بغيتي تشبر فيها ولا خصوصا الناس الناس اللي كبارين في السن وداك الشيء كتجيهم سهله كيدخلوا للحمام عزكم الله. والثمن ديالها انا نشوفوا الثمن ديالها كتمن 14.99 وكاين حتى هذه اللي كتكون في فراش كتركب في فراش بالنسبه للناس السن يعني الناس اللي السن كبير كتمن 19.99 سنتيم. وكاين هذه حتى هذه ديال بانيو الثمن ديالها 19.99 سنتيم. وكاينه هذه اللي كتسخن اماكن اللي بغينا في الموطا ديال الاكتوف كتكون كيكونوا عيانين وداك الشيء بحال الشكل ديال المساج ولكن كتمنعي السخانه كتمن 17.99 سنتيم. وكاينه هذه ديال الظهر عاود. وانا جايبين ملابس ديال مخيريس كاينه هاد التوكات هادو التوب ديالهم بارد كيعملو 2.99 سنتيم. وكاين حتى يعني فيهم الشكالات. وكاين هاد القميجات اللي عجبوني مزيونين طوالين الديكور ديالهم جا حلو. الثوب ديالهم مزيون بارد يعني هاد يعني الوقت ديالهم غير ما جي دابا الوقت دا يسخن الحل. هادو تواكد التوب ديالهم بارد هما فين هما. هادو قمايج قصيصرين هما اللي كيعملو 5.99 سنتيم. وهادو قمايج لي طوالين هادو عند كاين هاد الشكل هذا يدا قصير وكاين اخرى لي يدا طويل كيعملو 12.99 سنتيم.
وهادو اللي قصارين هما اللي كيعملوا 5 أورو 99 سنتيم. وجابوا السراول ديال جين ديال مخيرس حتى هما صراحه بنت السراول ديالهم مزيونين. انا كنديهم فيما كيجيبوهم كنديهم كيعجبوني بزاف، وكيجيبوا الثوب ديك اللي كيتيري اللي مريح في اللبس، وكيصدقوا صراحه الثوب ديالهم مزيون. كاين هذا في الكحل وعنده هاد التقطيعه من هنايا، وجا الشكل ديالو من تحت بحال اللي نتوما شفتو. وكاين هذا اللون الثاني لي جا ما فيها لا تقطع لا والو، كيعمل 11 أورو 99 سنتيم. وكاين هادو اللي كيجيو فحال الشكل ديال فلادي اللي دابا موضه كيلبسوهم مع سبردينات، كيجيو مزيونين وكيعملوا 9 أورو 99 سنتيم. كاين هذا الاسود كحال، ها هما كاين فهاد اللون هذا جابين بين حمار فحال اورانج في شكل ديك اللون. وكاين هذا بلو، هذا بلو ماري. وكاين هنايا هاد الخراصه الثوب ديالهم معجبني بزاف، يعني جا يعني الثوب ربيعي يعني هاد الوقت هذا. كاين هاد اللون هذا الاورانج، كاين هذا وكاين الكحل. وهادو الريبيكات البنات طوالين، انا ديت جوج ديال الريبيكات من هنايا صدقولي مزيونين عجبوني، كنت ديتهم العام اللي فات كانوا جابوهم صدقولي غزالين. كنت واحد ديتو في السومو واحد ديتو في الكحل، وحتى انا دابا جابو ما جابوش السومو جابو الاورنج وجابو الكحل وجابو بلونكاسي ومزيونين. يعني التوب ديالهم انا قلت لكم يعني دابا متشكوك متشكوكين، والتوب ديالهم دابا وطوالين، اهم حاجه طوالين بالنسبه للناس اللي كيبغي تبغي الحاجه طويله مستورين يعني. وكيتحتاجوا بزاف هاد الريبيكات هادو، غنوريكم كيفاش طوالين. شني انا كنت ديت مختلفين على هاد المره، ولكن حتى هاد المره عجبوني بزاف. انا اللي درتو كان شويش يعني قاصح شويه، هادو جاو خفافين مزيونين هاد الوقت هذا، والثمن ديالهم كيعملوا 9 أورو 99 سنتيم البنات. وهذا بيج حتى هو مزيون. وهنايا كاينه الملابس الداخليه، فيهم تريس يعني ثلاثه ديال الالوان. هاد اللون كيحمق لي بعداك، انا كيجي مزيون بزاف هاد اللون كيعجبني عزيز عليا. كاين 4 أورو 99 سنتيم. هنايا كاينه غريفوس ديال لابابو، ها هما غزالين عندهم هاد غريفوس هادو فني ماركه. هذا ماشي الثمن ديالهم، الثمن ديالهم كاين اللي هن، هذا غير جا اختلف هنايا. الثمن ديالو هو هذا اللي كيعمل 22 أورو و99 سنتيم. ها هما فين هما. والثمن اللي شفنا هو هذا ديال دوتشا، رشاشه ديال دوتشا كامله جات كما كتشوفوا مزيون يعني واعر بزاف، كما 33 و99 سنتيم. وهادو السناسل ديالو او القومات ديالو كاينه في ابيض، كاينه في هاد الشكل هذا، كاينه جوج في النقريه، وكاينه 4 أورو 99 سنتيم.
كاينه هاد الرشاشه هادي حتى هي غزاله واعره بزاف كما كتشوفوا، جات كامله واعره. المهم داكشي اللوازين ديال البانيو جابوهم اليوم وصراحه مزيونين وكاليتي، كتمن هادي 17.30 سنتيم. وهنايا وصلنا لهاد المنظمات اللي حمقوني فنينا البنات، نزلوا فيهم مشاطي ديالنا، داكشي ديال الماكياج اللي بغينا، اي حاجه بغيناها نعملوها هنايا. مزيونين بزاف، عجبوني الديكور ديالهم، حلو بزاف. كاينه هادي في الكحال وفيها هاد الشعله هادي، وكاينه هاد الكري هذا حتى هو فيها الشعله، مزيونين جاو عجبوني بزاف. علاش انا بنات كتعجبني حاجه ليدل؟ حيت ما كيجيبوهاش في شي موطا اخر، ليدل عنده الحوايج ديالو خاص به صراحه، مزيونين كيعجبوني. وكاين هاد الشكيل هذا حتى هو مزيون، هاد اللوين. يعني الصراحه مزيونين بزاف. وجينا هنايا تما، الناس ما بغيتش نستوبرهم بالتصوير. دابا جيت هنايا كاين هنايا برنوس، جابوا برنوس ديال المخيرس، كاين هذا اللون بلوكاسي، كاين هذا اللون هذا، مزيونين كيصدقوا. كاين هادي اللي كنعلقوا فيها طويطه فوت ديالنا، وكاينه هادي انا رجعت هاد البلاصه هادي باش نزيد نوريكم هادي، هاد المنظمه هادي شحال مزيونه، جات فيها الطبقات وكتعلق، حتى الالوان ديالهم كيجيبوهم كيحمقوا، مزيون هاد اللون. المهم نتوما كتلعبوا على الالوان اللي عندكم في يعني في الدار ديالكم، داكشي كيجي مواتي. وكاين هاد الشكيل هذا، وكاين حتى هاد الشكيل هادو بالنسبه الا بغيتي تنزلهم في الدوتشا ولا في المريو اللي بغيتي، وكيعملوا 7 الاورو 99 سنتيم البنات، باش نصوركم مزيان وتشوفوا الثمن. وكاينه هاد الفوط هادو مزيونين فيهم الالوان، عجبوني بزاف. كاينه في الكري، كاينه في الصفيفار، كاينه في هاد الزريرق هذا تركواز، كاينه في بلونكاسي، كاينه في هاد بيستاجي، يعني الوان موف الوينات كيحمقوا. هادو بالنسبه للوجه كيعملوا 2 اورو 99 سنتيم، يعني هادو صغارين جا متوسطين، غادي نشوفو كبارين. ها هما فين هما كبارين كما كتشوفوا، هادو كبارين وحتى هما فيهم نفس الالوان اللي كاينين في الصغارين كاينين في الكبارين. ومزيونين رطيت بينو، كيعمل غير 5 الاورو و 99 سنتيم. وهنا كاينه برنوس ديال الرجال، كاينه اللون كري، كاينه هاد اللون هذا كري ولكن مبرد، عاطين بلون كاسي. كيعمل 12 الاورو 99 سنتيم. كاين هاد اللون هذا بلو ماري، مزيون هاد اللون وكري مزيونين، كيعملو فحال لي قلتكم 12 اورو 99 سنتيم. وكاين هاد ماكينة هادي ديال الحصانة ديال الرجل، وكيصدقو مزيونين، راني سبق لي قلتكم راه كيصدقو مزيونين ديك الماكينات. شي جوج مرات حنا كنديو الماكينات من هنايا، كديهم الزوج ديالي، كيصدقو مزيونين. كاين هاد الماكينة هادي لي كتحيد، المهم كتحيد بها في الاماكن اللي كيكونوا صغارين. وكاين هاد السبيو هادو مره اخرى كانوا جابوهم الحق، دابا عملوا لهم اوفيرتا، كانوا كيعملوا 18 اورو حسب، ودابا نقصوا لهم 15 اورو. هادو مزيونين بزاف، هاد يعني صراحه واعرين بزاف، هادو كينظفوا مزيان السنيونات،
وجبت ديال الصابون اللي كنعمرها فيها في الصابون، كيعمل 11 أورو 99 سنتيم. كاينه هادو شيتات ديال الحمام اعزكم الله، كاينه في اللون اسود كحال، وكاينه في هذا اللون ابيض، كيعمل 2 أورو 99. صافي البنات، ديت المشطه هذه اللي شحال مرات كنجي كنقول نديها ما نديهاش، جبار طبقه قلت والله ندي هذه المره، خصوصا البنات شكروها لي في الكومنتات قالوا لي مزيونه. المهم غادي ان شاء الله شريتها، وحتى انا بزاف عندي هذا الشيء ديال الشعر، علاش ما بغيتي زعما نديها؟ المهم يشكروا يشكرتوها لي، قلت نديها والله حتى نديها حيت انا كنعرف الحاجه ديال ليدل صراحه كتذاق لي مزيانه. المهم شريت هذا صرا وريبيكا وكنت نوضي اخص هادشي اللي شريت. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم، تشجعوني باش ان شاء الله دائما كنزكم الجديد. الشطه ديالي ها هي كتسلم عليكم. يلا السلام عليكم، في امان الله، فيديو المقبل ان شاء الله.